معكم قائدة نعيمة أستاذة أطلقت اليوم مع تلميذة ديالي اللي قريتها هذا العام. برافو. قائدة العلم غتكون هي الممرضة ديال المخيم. معكم قائدة إرهام. معكم قائد مهدي ذهبي. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. شوف من باب حان حدا يشوف من باب حان. تكلم شي قائد او لا شي قائده ما بغاوش الهضره من غير كلشي كيتصنتوا باش ما تترتبوش الاخطاء، لان ربما يكون قائد او لا القائده كيوجهكم شي اخطاء اللي ما تعملوها شيء، ولكن كي بعض الاشخاص اللي هما كيكونوا كيشوشوا على بعضياتهم كيتوقعوا فيك الخطا اللي هما مسمعوا بان كيتمنع. ولهذا الله يعطيكم دائما اللي يكون القائد قدامنا كنستعير كون يكون فوق وكنشوفوا فيه الراس على الراس، كيكون الراس ديالنا على راس الفريق ديالي وكنشوفوا قدامي كنشوفوا ودلينا مع القائد شنو كيقول باش كيرشدوا الشيء اللي هو غادي يصلح لنا، الشيء اللي هو غادي يصلح المخيم، الشيء اللي هو غادي ينجح المخيم، والشيء اللي هو غادي ينجحنا كلنا جميعا، وغادي نحملوا واحد المشعل ديال النجاح خارجين به في المخيم. فلهذا كنطلب منكم جميعا باش تكونوا كتمتثلوا الاوامر ديال القاده ديالكم وتكونوا كتساعدوا فيما بينكم وما يكونش واحد الخصوم بيناتكم، كونوا كلكم اخوان الحمد لله. صافي بخير. لا عندنا في قانون الكشاف الكشفيه ما كنصفقوش، الكشاف لا يصفق. ما قولكم؟ قولوا حسن حسن. قولوا نقطه حسن. ما قولكم؟ نعم نعم. ما رايكم؟ حسن حسن. ما قولكم؟ نعم نعم. ما رايكم؟ حسن حسن. ان الحكيم قد صدق وبالصواب قد نطق. شكرا لكم، ما عرفتش نتعاونكم بزاف، غنديروا حنا بغينا نقسموا الاشبال والزهرات والكشافه والمرشدات. الكلمات غراب عليكم ما عارفينش شنو هما الاشبال. هما هذا اجي عندي ولد هذا الشبل، اجي يا بنتي اجي عندي، هذه زهره. شنو نقول لهم؟ زهرة. أجي يا بنتي هادي مرشدة. مرشدة هادي مرشدة. هذا شنو؟ هذا زهرة. هادي مرشدة. تري بيان. أجي يا ولدي هذا شنو؟ مرشدة. لا كشاف. شنو هذا؟ كشاف. هادي مرشدة. هذا شيل. هذا تبارك الله، انتم غتكونوا احسن مخيم. تبارك الله عليكم. حسنا نقولوا لا 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 لبنينا ونيغو لا 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 لا. هوب شكرا. مرحبا بكم، مرحبا بكم.
القاعده ديال الشيخ النور، كنرحبوا بكم وكنقول لكم مرحبا بكم معنا في بيوتكم وفي داركم. دابا هي دارنا حنا، هذه هي دارنا، كنا دابا هي دارنا. ديما خاصنا نخليو ورقيه ونخليوها في حله مزيانه، وكما قلنا الصباح شنو خاصنا؟ ابتسام سنقر احترموا كل شيء صافي. عرفتوا القناه ديال الصباح كامل اللي عرفتوهم ياك؟ كنقول بيصير سربيل أطلس، بيصير سربيل أطلس، ليلى لا ليلى لا ليلى لا شيمبوم، نلعب مع أكيلا ما برح ما بالو، نرقص مع باقيرا أكيلا بالو باقيرا شيمبوم. هاد النشيد علاش كيتقال؟ شنو كيتفرج؟ كان كيتفرج موكلي، موكلي هو فتى الأدغال. فيه كنقولوا فيه أكيلا وفيه بالو باقيرا كا ركشة وساحل. أكيلا شكون هو؟ العجوز، العجوز ديالهم اللي كيعطيهم. نعم كاين، قلنا أكيلا كاين بالو، شكون هو بالو؟ بالو هو الدب، هذاك بالو هو المرشد ديال 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 موكلي. كاين أكيلا بالو باقيرا، شكون هو باقيرا؟ ماشي النمر الاسود، الفهد الاسود. بالو باقيرا كا الافعى، ركشه استاذ هو هذاك لا استاذ هذاك شريخان لا ركشه ام الذئاب كتعيش معنا في الغاب وجل معنا احباب. ركشه ام الذئاب، ركشه ام الذئاب، ركشه ام الذئاب كتعيش معنا في الغاب وجل معنا احباب. ساحل ساحل فيلونا، ساحل ساحل هو جانا فيلونا، ساحل ساحل هو الفيل. إذا اش كنقول؟ في سير سربيل أطلس، في سير سربيل أطلس، ليلى لا ليلى لا ليلى لا تيمبوم، نلعب مع أكيلا نمرح مع بالو، نرقص مع باقيرا أكيلا بالو باقيرا تيمبوم. لينا ماما عندها قطان خضر، والحنة إليها روعة في المنظر. زوينا ماما عندها قطان خضر، والحنة إليها روعة في المنظر. زوينا يا ماما كتعطف علينا، سيدي يا ربي لحنين تحفظها لينا. زوينا يا ماما كتعطف علينا، سيدي يا ربي لحنين تحفظها لينا. زوينا ماما عندها قطان خضر، والحنة في ايديها روعة في المنظر. زوينا ماما عندها قطان خضر، والحنة في ايديها روعة في المنظر. تحية لجميع القادة في ربوع المملكة. اليوم مع كشافة الدار البيضاء ستات اللي في هذا المخيم الرائع بير الوطن في مدينة تقصيبة. كيف ما كتشوفوا كل شيء نشاط، كل شيء فرحان. تحية تحية لكم جميعا، تحية للقائد ديالنا بارك الله عليكم. معنا القائد بن حادة، كنشكرك على المتابرة ديالك والتوثيق ديالك لهاد الخارجة هادي وكذلك داخل المخيم.
الحمد لله أجواء جيدة، الأطفال فرحانين، عايشين أجواء ممتازة. هذا المخيم نحوجوا به إيجابي كما حطيناه على الورق يكون تطبيقي إن شاء الله. تحياتي لك. تحية للسي بن حدا القائد ديالنا اللي كيطور القدرات ديالو يوم على يوم، هو عضو فعال في داخل هذا المخيم بمعية جميع القادة وعلى رأسهم القائد باسيم هو مدير المخيم، كذلك جميع القادة من مقتصد ومنسق ورئيس والسي بن حدا هو قائد كتيبة ثم قائدة السرب إلى غير ذلك من القوم اللي كنشوفوا في هذا المخيم. غادي نخليكم مع ارتسامات ديال بعض المشاركات معنا، واحد الطفلة الاسم والنسب، وبينا كيفاش جاك المخيم. مخيم زوين وعوضنا على والدينا. الاسم ديالك؟ نعمة أهل. منين جيتي؟ من زنان جيت من المحمدية. المحمدية، شكون اللي غادي يدير شي كلمة؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. الاسم ديالك؟ ابتهال السميلي. منين اش من مدينة جيتي؟ سيدي بنور. تبارك الله، كاين الصف سيدي بنور ياك، هنا مزيان بعدا حسن. إذا كيفاش جاك المخيم؟ جاني مزيان. واشو فيه المتعة. متعة، تبارك الله عليك. وانت انتي ناشطة ياك مع الصديقات ديالك اللي اكتشفتيهم هنا ودربتي معاهم، وكذلك القائدة اللي معاكم في هاد الطالعة. تبارك الله عليكم. شكون معايا ثاني؟ سميتي ياسمين البيض. هادي أول مرة نجي للمخيم ولهاد المدينة وعجبني بزاف. تبارك الله عليك. منين من مدينة انتي؟ من كازابلانكا. كازابلانكا، شرفين. شكون تتكلمي؟ سميتي آية غراش. أنا يعجبني هاد المخيم بزاف خاطرش هو اعتنوا به قبل ما يجيبونا ليه. تبارك الله عليك. شمن مدينة انتي؟ الدار البيضاء. الدار البيضاء، تحية لكم. شكون غادي تتكلم؟ تتكلمي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت من مدينة 16 وعجبني بزاف مدينة بني بلاد، زوينة بزاف. مشى المخيم مجهز جميع الشيء اللي عمل، وكنتمنى ندوزو هاد الأيامات بخير وعلى وحنا فرحانين وبخير وخير وما نضربوش وما نتقطعوش. بالطبع حال حنا لأن المخيم هو فضاء للتربية والترفيه. الاسم ديالي حنا البداري، العمر 12 عام. أول مرة نجي للمخيم عجبني بزاف، وتعرفنا على أصدقاء جداد وكان المتعة بزاف. وكيديروا لنا الكشافين كيديروا بحال ولادهم، وكنعاملوهم بحال الآباء ديالنا. تبارك الله يعطيك التحية ليك. إذا غادي نشوفوا شكون اللي غادي يتكلم معنا. شكون اللي بغى يتكلم؟ تكلمي. مرحبا. شنو نقول؟ اللي بغيتي تقولي قولي. الاسم ديالك؟ سميتي هيبة. اش من مدينة؟ لساس. ومنين عجبك هذا المخيم ولا ما عجبكش؟ عجبني. عجبك؟ شنو عجبك فيه؟ عجبني كل شيء. الأطار وكذلك الصديقات ديالك اللي تلاقيتي بهم جدادات وتعرفتي عليهم، والمبيت في الخيمة تا هو زوين. تا هو زوين. تبارك الله عليكم. الاسم؟ ملاك. ملاك، اش من مدينة؟ انا كازا. كازا بلانكا. شنو عجبك هذا المخيم؟ عجبني. اول مره جيتي للمخيم؟ وعجبك مزيان؟ اشنو عجبك فيه؟ كل شيء صراحه. كانت فرصه جميله اننا اول مره كنزوروا هذا المخيم هذا، والفضل كيرجع لمنظمه كشاف الوحده العربيه اللي عطاتنا فرصه بالمندوبيات اللي منتشره في جميع انحاء المغرب اننا نعطيو فرصه للشباب. القائد باسيم هو مدير المخيم، بغينا نقولوا ليه كيفاش جاوك الوليدات. الوليدات راه فرحانين. تحياتي فيها خالصة للجميع. صراحة اليوم الأول المخيم الكشافي بمنطقة بئر الوطن بني ملال، وكيف ما كتشوفوا الوليدات كلهم فرحانين وناشطين بهذا اليوم السعيد، وإن شاء الله غد تكون مرحلة جيدة، ونتمنى التوفيق للجميع. وشكرا لجميع الإطارة. شكرا لك.